اسمه كاف صوته اك، اسمه كاف صوته اك. برافو عليكم. خلينا نشبك الحرف الاك مع حركات المد القصيرة. اكو ا كا كا كرم، اكو او كو كو كرة، اكو اي كي كي كتاب. هلا مع حروف المد الطويلة اكو ا كا كأس. برافو. اكو او كو كوكوب. أحسنتم. إكو إيه كي كي كيس. رائعين. نحلل الكلمات التالية إلى مقاطع، كيف بدنا نحللها؟ متذكرين؟ بدنا نفكفكها، كل حرف في بيته، كل مقطع في بيته. هلا كي التقا تا وإب، شو صارت؟ خلينا نقرأها. كي مع تا، كي تا وإب كتاب. برافو. هلا إك إكو أو كو وإب كوب. برافو. كو إب، هاي قطعناها. إكو أو كو وإب كوب. هلا تعالوا نركب هاي الحروف إلى كلمات. هلا شو أول حرف؟ إد. والتاني إي. والتالت إك. شو صارت؟ يلا مين يقرأ لي إياها؟ إدو إي دي وإك ديك، إدو إي دي وإك ديك. برافو عليكم. هلا خلينا نركب كمان هاي الحروف. إك وإي كي وإس كيس. برافو. هلا إكو أو كو ورا كورة، وقت مربوطة كورة تن. برافو عليكم. هيك حللنا بعض الكلمات إلى مقاطعها وركبنا الحروف إلى كلمات. أحسنتم. هلأ حرفنا الجديد نرجع نحكيه، اسمه كاف صوته إك. بده وهلأ يا ماما حرف الكاف بده يعلمنا كيف بدنا نكتبه. يلا يا حرف نعلمنا. بنحط النقطة فوق السطر بكتير يعني، وبعدين بنعمل خط مائل وبننزل خط مائل شوي وبنرجع على السطر. إك متصلة بأول الكلمة، إك متصلة بأول الكلمة. خلينا نعيدها. بنحط نقطة، بننزل خط مائل، كمان خط مائل شوي، بعدين بنرجع. إك متصلة بأول الكلمة. شوفوا الإك بآخر الكلمة كيف؟ نعمل خط عمودي وخط أفقي وإله دنب صغيرة، وبنعمل همزة. الهمزة مين يقولي شو صوتها؟ إيه. برافو عليكم. إذا هذه همزة صوتها إيه. برافو عليكم. إذا اللي جواها حرف الإيك جواها همزة، جواها همزة. هاي إيك بآخر الكلمة منفصلة، إيك بآخر الكلمة منفصلة. خط عمودي خط أفقي بنعمل له دنب صغيرة وبنعمل جواته همزة اللي صوتها إيك. شفتوا إيك؟ ايوه بتصير اك باخر الكلمه منفصله. وبهيك علمتنا حرف الاك كيف نكتبها. بما انك علمتينا حرف الاك كيف نكتبك، هلا انشدي لنا انشودتك الحلوه اللي عن حرف الاك. والله عشان نسمعك، يلا عشان نحفظها. يلا يلا احنا بنسمعك. يلا يلا عشان تاني مره ما نلعب بالكبريت. يلا اسمعوها كلياتكم يا طلاب يا حلوين. لا تشعل كبريت، لا تلعب بالنار، فيها ما يؤذيك، تملأها الأخطار. قد تحرق نفسك أو تحرق بيتك، ألعابك أحلى وتناسب سنك، وتناسب سنك. لا تشعل كبريت، لا تلعب بالنار، فيها ما يؤذيك، تملأها الأخطار. قد تحرق نفسك أو تحرق بيتك، ألعابك أحلى وتناسب سنك، وتناسب سنك. هي برافو شطورين. وفي نهاية الحرف الجديد
أنا بودعكم بقولكم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الحرف الجديد وفهمتوه، وإن شاء الله بتكتبوه بخط جميل وواضح، وأنا بستناكم بحل الواجبات يا ماما، وإلى اللقاء بالحرف الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.